طمني دكتور. يوسف بدي اياك اقوى من هيك. هذا الوضع ما بنفع. احنا هون بالمستشفى ما راح نقصر معها ابدا. وجودك هون يوسف ما راح يفيد بشيء. انت شو جاي تسوي هون؟ انت ما بدك تحل عني يا اخي. مش تقعد بالاول وتسمعني؟ ماشي هاي قعدنا. تفضل. انا جايب لك معي هديه كبيره. هديه؟ على فكره سوالفك فاضيه وما بتخش تمالي. اسمعني بالاول، انت شو خسران؟ ماشي تفضل. انا سبق وحكيت لك يا سعد اني ما بدي منك اشي. انا حاب اساعدك، حاب اخدمك. بس تخدمني هيك ببلاش بلا مقابل؟ لله في لله. انا حاسس فيك يا سعد، وزي ما ضيعت عمرك من ورا هالناس انا كمان ضيعت عمري كله معاهم، وهيهم كبوني في الشارع وبدهم يدخلوني السجن. سالم ممكن تفهمني وتحكي لي ايش هو اللي ببالك؟ خطة بسيطة. مدام نوران وفلوسها إلك وأنا ما بيعني لي غير عزيز بيك، يا حسرتك يا نوران، يا حسافة على الحب اللي تاليه مصلحة وكذب. هذا اللي كنتي تبين تبيعي روحك له؟ هذا هو يا نوران. على العموم أنا لازم أروح المكتب. هلا هلا في ندى يا شمس. أفع عليك ندى في عيوني. خالي حابة أحكي معك موضوع خاص شوي قبل ما تروح. خلاص أخليكم على راحتكم. خير يا بنتي، شوفي. خالي أنا في معي شوية وراء حابة تشوفهم. مش عارف، مش حاسس إنها أمي. فارس سهير ممكن تكون غلطة بحياتك، بس اللي أنا متأكد من أنها بتحبك. لا تخلي كلام سالم يدمر حياتك. سافر أنت وياها وابعد، هناك أكيد راح تنسى. وأهلي؟ أهلي يا سيف اللي بيكونوا بيدوروا علي هلا. كأنك ما سمعت ولا كلمة من اللي حكيتها. رد عليها، من امبارح بتتصل فيك. طمنها يا بني آدم. سهير أيوة عندي. اهدي 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 اهدي، أنا بتصرف. بدي أفرض إنه سهير مش أمك. مرة زي هاي قادر تعطي من قلبها. أي بني آدم بتمنى تكون أمه. فكر يا بني آدم فكر. جيت متأخرة يا بنيتي. اليوم البنك حول الفلوس. ليش يا خالي؟ ليش؟ خالي
ايش مالك؟ ردينا يا فهد، ردينا لبنت نوران؟ مو بكفايه اللي صار لنا بسبته؟ يمي ندى جاية عشان تساعدنا، ندى جاية عشان تقنع ابوي يغير الفراسه. كذب، انت صدقت هذا الكلام؟ حجه تبغى تلف عليك يوم شافتك بتروح تتزوج غيرها، تحلم عاد. يا ريت يمي، يا ريت لو كانت تحبني مثل ما انا احبها، يا ريت لو بغتني مثل ما كنت ابغيها. بس ارتاحي، هي لا تبغيني ولا فكرت فيني. احسن. رد رد، اكيد هي مو قادر على فراقك. هذه شمس. شمس؟ شو تبغي؟ الو، هاي شمس. شو؟ الحمد لله على سلامتك يا ابوي، ما تشوف شر. الله يسلمك. انا يا فهد، لا تقول شيء، خليك مرتاح، وفلوسنا ان شاء الله ما بتضيع. نصبر على جور الليالي والأيام، وإن ضاقت الدنيا لا بأس له، وابشر ترى يا أبوي والوعد قدام. الحق حق ولو وقف دونه الناس، لو دون حقك تقف سيوف وسهام. أنا ولدك يا أبوي في ضيق الأنفاس، الحر طبع الحر ما والذيب يبقى ذيب في روس نطاس. ها ما يرد خالتي، شو اسوي الحين؟ تقومين تروحين وتطمنيني على ابو فهد، انا قلبي شاب نار مو قادره اصبر، وتعرفين ما اقدر اروح لهم. خالتي كيف كذي اروح لهم فجاه؟ من وين عرفت اللي صار؟ بعدين هذه اللي اسمها شمس ممكن تطردني. هذا مو بيت شمس، هذا بيت ابو فهد.